قول يا محمود. حاضر. We have mobile phone now. والثانية we didn't have mobile phones then. تمام. أمال كمال. نعم. اقري يا أمال. We have mobile phones now. We didn't have mobile phones then. مارينا. We have mobile phones now. We didn't have mobile phones then. جميل. محمد جمال. رانيا. ولا محمد جمال ولا رانيا طلعوا ولا معانا؟ محمد جمال. طب رانيا الصوت واضح يا نعم يا رانيا؟ مستر. نعم يا مستر. اقري الجملتين دول يا رانيا. We have mobile phone now. We didn't have mobile phone then. تمام. بعد كده في الاكسرسايز 2، في الاكسرسايز 2 ده بيقول ايه؟ ريد اند براكتس، يعني اقرا وتدرب، اقرا وتدرب. وترجمه ورايا طبعا. We have mobile phones now. We have telephones now. We have computers now. تمام؟ People اللي هو الناس. People had، وهاد دي الماضي بتاع have، يعني طالما قلت people had يبقى هيتكلموا فين؟ في الماضي. ما اقدرش اقول people had mobile phones then، لا ما كانوش عندهم موبايل فون، انما ممكن اقول ايه؟ people had telephones then. people had telephones in 1950. they didn't have computers then، ما كانش عندهم كمبيوتر في الماضي. تمام؟ واضح كده ولا صعبة؟ لا واضحة يا مستر. طيب يلا يا محمود يا طارق على السريع كده. اقرا ايه بالظبط؟ اقرا الجملتين؟ لا قول الجدول اللي انا قلته دلوقتي. We have mobile phone now. We didn't have mobile phone then. In لحظة بس لحظة. وانت لما تتكلم عن نفسك تقول we have mobile phones now. جميل. لما تتكلم عليهم هم في الماضي، وانت كنت عايش في الماضي لما تقول we دي يعني نحن. انما عايز تقول في الماضي هتقول people، يا اما تقول زي هم. هتقول people. They didn't have موبايل فون نازل. انا موافق. ماشي تمام. تقول جمله كمان ولا كفايه؟ انت عايز بيبول didnt هاد. لا بيبول هاد بقى. عايز هاد يعني بيبول هاد كمبيوتر. لا مش كمبيوتر، تليفون. زن خلاص. زن يعني في الماضي. ماشي يلا امال كمال. We have mobile phones now. Yes. People. People had telephones then. Good. They. They didn't have a computer in 1950. Good. Excellent. Marina. مارينا ممدوح. ايوه بس يلا. أيوة. بابا يلا بابا. We have mobile phones now. People didn't have mobile phones then. They didn't have telephones then. تمام ماشي يا مارينا. محمد جمال. يا مستر. نعم. ايه هو لو كان الفاعل مفرد ناخد هاز ولا ايه؟ الهاز بتيجي مع هي وشي وإت بس. تمام. الحاضر مش كده؟ انت بتتكلم في المضارع مش كده؟ اه في البريزنت يعني.
الها اللي بتيجي معاها has he وشي وإت بس. يعني هدى has، علي has، تمام تمام، he has، she has، it has، الباقي كله ياخد have. في الماضي، في الماضي كله ياخد had او didn't have. اوكي ماشي بس. تمام يا بابا. محمد جمال، we have mobile phone now. People had telephones then. They didn't have computer in 1950. Good. Good محمد، ممتاز. Excellent. يلا بينا رانيا. يا رانيا. We have mobile phones now. People had telephones then. They didn't have computers in 1950. جود. احنا كده ايه، الناس كلها شغالة. تمام. في حد ما سمعش اسمه من اللي معانا وعاوز يجاوب؟ طيب تعالوا بينا نتنقل الى حاجة تانية. بيقول لي مين يا بابو؟ مين كان بيتكلم؟ طيب ما علينا. exercise 3 بيقول لي make true statements. make true statements يعني اجعل جمل صحيحة. اجعل جمل ايه؟ صحيحة. use this chart، استخدم هذا الجدول to help you، ليساعدك. كتبتم الترجمة ولا لا؟ تمام. طيب use these verbs، استخدم هذه الافعال. use يعني استخدم. use these verbs، have، use، watch، drive، buy. have يعني يملك او لديه، use يستخدم او يستعمل، watch يشاهد، drive يقود سيارة، buy يعني يشتري. device يعني جهاز. موبايل فون، first use، اول استخدام للموبايل فون كان 1979. نعم. التواريخ ده اتحفظ ولا مش لازم؟ لا 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 مش هتحفظ. لا لا مش هتحفظ. ماشي. بيرسونال كمبيوتر، first use، اول استخدام. طب لو سمحت يا مستر، احنا عاوزين يعني يا مستر. انا سامعك وتفضلي. ما حدش يقطع يا جماعه. مثلا اللي هو طريقه الامتحان. انت مين؟ رانيا. رانيا، هو انت في اول حصه، في اول حصه عايزه طريقه الامتحان؟ لا مش قصدي، انا عايز افهم يعني هو مثلا الامتحان يبقى عباره عن ايه. والله هقول لك على كل حاجه، بس زي ما بيقولوا في المثل كده، لو انتوا عندكم يعني كده ايه زينا، ها لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. عندكم المثل ده تعرفيه يا رانيا؟ نعم. انت عارفه المثل اللي انا بقول لك عليه ده معناه ايه؟ عارفه. معناه انك انت لو صبرت شويه هتعرفي مني كل حاجه والله، بس ما تقطعنيش يعني بليز يعني. فالكاميرا ب 1900، الفيديو 1972، والتليفون 1876، والكار 1908. ده اول استخدام لهم. طيب يا عم ادينا مثال عشان نعرفه انت عايز مننا ايه. ادي الاكزامبل ايه اهو. خد بالك كلمة have او use او buy. have يعني لديه، use يستخدم، وباي يعني ايه؟ يشتري. فهو عاوز يقول لي ايه؟ قول كده يا ابني. people have mobile phones now. mobile phones now. they didn't have them before 1979. موبايل فون 1979. الجملة هي كده كده نعملها كده. people have mobile phones now. ادي جملة. التانية they يعني هم didn't have them before 1979.
طب يا مستر ممكن اقول بيبول يوز؟ اه ممكن يا مستر اقول بيبول باي؟ ايوه، بس اوعى استخدم التلاته، استخدم ايه؟ واحده فيهم من التلاته. مين يعرف يعمل البيرسونال كمبيوتر على نفس هذا المثال، نفس الاكزامبل؟ انا مستر. مين؟ محمد جمال. يلا يا محمد. People use a personal computer now. They didn't use a personal computer in 1977. لا مش هنقوله بقى personal computer، هو مش قاله them. Them before 1977. هم هو خد بالك، طب انا هريحك بس في حاجه صغيره بس، ايه خلي بالك منها في الجرامر في الحته دي. هو لما قاله في الاكزامبل people have mobile phones، ده جمع ولا مفرد؟ جمع موبايلات، عشان كده قال له they didn't have them before. لما سيادتك اتكلمت على مفرد ولا على جمع بيرسونال كمبيوتر؟ طبعا مفرد. الله ينور عليك، انت قلت كده people use personal computer now. عارف لو انت قلت personal computers now كنت هتقول they didn't use them before كذا، انما طالما انت قلت مفرد تبقى انت هتقول they didn't use it before 1977. اخدت بالك من النقطة ولا ما خدتش بالك؟ تمام. وصلتك؟ اه. يبقى وانا بتكلم اقول، وانا بتكلم على مفرد ولا على جمع؟ لو انا جمعت في الجملة الاولانية هناخد them، لو انا قلت على مفرد هناخد it. يبقى محمد جمال قال جملته. مين هيكلمنا على الكاميرا؟ انا يا مستر. مين؟ امل. امال؟ اه. انت اسمك امال كمال ولا امل؟ امل. امل كمال، يلا قولي. People use cameras now. They didn't use them before 1900. 900. تمام، يلا يلا. مين اتكلمنا على الفيديو؟ انا يا مستر. رانيا. اه يلا يا رانيا. بيبول هاف مش ولا واحد يقول لي بيبول باي؟ ما في ولا واحد يقول لي بيبول باي؟ تمام يلا. بيبول باي فيديو ناو. فيديوز ولا فيديو؟ فيديو بس، واحد بس. تمام. they didn't buy it before 1972. برافو عليك، برافو برافو، ممتازة ممتازة. يلا رانيا قالت ومحمد جمال قال. مارينا ممدوح. ماشي مارينا، بس تقول لنا التليفون، وانت يا محمود هتقول القار. ماشي يلا يا مريم. They buy telephones now. They didn't buy them before 1876. مين ده اللي بيقول كده؟ ده 1876. يلا قولي ورايا. 1876. تمام تمام تمام، برافو يا مريم. يلا يا حودة. People drive cars now. تبقى زي didn't drive it before 1908. برافو عليك، برافو 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 عليك. خدوا بالكم بقى، محمود اتكلم على نقطة مهمة. انا كنت باخدكم في البداية تمام على ايه؟ على تدرب الجرامر، انما لما نيجي في الواقع لما اجي اتكلم على الكار هقول ايه؟ هقول درايف. ماشي. لما هاجي اتكلم على الفيديو هقول واتش. الناس معايا؟ مش فاهمه يا مستر. طيب يعني انا لما هاجي اتكلم على الفيديو هقول ايه؟ people have people watch people watch
فيديو ناو مثلا، يبقى انا ما خدتش هاف ويوز وباي، اخدت واتش عشان هم هيشاهدوا التلفزيون الفيديو. يشاهدوا people watch video now. They didn't watch it before 1972. استخدمت watch من هنا، تمام ولا لا؟ بقت صعبة يا أمل؟ ايوه مستر. كده صعبة ولا ايه ولا سهلة؟ لا تمام. طب لما نيجي على الكار بقى، درايفر، درايف درايف، يبقى يعني هنقول بيبل زي ما قال الحودة دلوقتي، بيبل درايف كارز ناو، they didn't drive them before 1908. سهلة كده ولا صعبة؟ عشان ده هوم ورك، عشان ده هوم ورك وهنعملوه. اخر حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي make questions، يعني اعمل اسئلة and answers about the chart above. chart قلنا عليه الجدول، و above يعني ايه؟ الاعلى. شوفوا بقى في الاكزامبل هيعمل لك ايه، وركز معانا يا محمود. did people have او use او buy او watch او drive ماشي موبايل فونز بيفور 1979؟ موبايل فون، موبايل فون بيفور يعني قبل، هنقول له نو زي ديدنت، نو زي ديدنت. مفهوم المثال ده ولا اشرحه تاني؟ مفهوم. بيسألني بيقول لي ديد بيبل، انا هقوله اهو واحدة تانية، ديد بيبل drive cars before 1908؟ هنقول له no they didn't، لان قبل 1908 ما كانوش بيستخدموا السيارات، او ما كانوش بيستخدموا التليفونات قبل ايه 1876. نعم. احنا نحفظ التواريخ دي ولا ايه؟ لا مش هتحفظيها والله، تطلعها من الجدول بس. ماشي الكلام؟ في حد له اي استفسار في الحتة دي؟ طب خليكم معايا بقى ثانية واحدة. بسم الله. الناس شايفة الصورة دي؟ شايفينها مش؟ أيوة. مكتوب تمام. عليها ماتيريالز، مكتوب عليها ماتيريالز، انا شلتها اهو عشان ما تشوفوهاش. انا دخلت كده على ايه؟ هنخش على قوائم التشغيل، هخش على قوائم التشغيل بتاعة القناة واختار القائمة بتاعة سنة اولى، اهي انجليزي اولى، هخش على انجليزي اولى كده تمام، هلاقي في بناتي طلبه وطالبات الصف، هلاقي في ايه ليسون 1. انا هسمعكم ليسون 1 وانا هطلع خالص من الموضوع ومحدش يتكلم، واسمعوا الدرس كويس جدا عشان ابعت لكم اللينك على يا مستر. نعم. انا مش شايفه. انت مش شايفه؟ ما دي صوره الكتاب بس مش واضحه قوي. بس هي خلاص ظهرت عندي، ظهرت يا مستر. طيب طيب بس ايه، قولوا لي بس الصوت ده هيطلع عندكم ولا لا؟ سمعوني بس. اهلا ومرحبا بكم للمره الثانيه. المره شغاله بس شرح اللغه الانجليزيه. اتكلم خمسه في شغال شغال بس يا مستر. كبر الفيديو من عندك يا مستر، كبر الفيديو من عندك بهذا الشكل، هكبره. حاضر. مكتوب على ايدك اليمين يونت 1. طبعا هتفتح الكتاب عندك
على صفحة 5 ومكتوب changes يعني التطورات أو التغييرات. على إيدك الشمال في شباب، على إيدك اليمين في ناس كبار في السن. الشباب بيقولوا إيه؟ We have mobile phones now. احنا عندنا موبايل الآن، او احنا بنستخدم موبايل الآن. الناس كبار في السن قالوا We didn't have mobile phones then. كلمة then معناها الماضي، الماضي. تمام؟ وبيشاور على التليفون القديم اللي هو كانوا بيستخدموه زمان. يبقى الآن حاضر، We have mobile phone now بتعني الآن، بتعني الحاضر. كلمة زن بتعني الماضي. ده كلام مهم لازم تركز فيه. هنا بيقول ايه؟ نمرة 2 read and practice، يعني اقرا وتدرب، اقرا وتدرب. واعطيني في العمود الاولاني كلمة we و people و they يعني هم. هنكون جمل كده مع بعضينا، كذا جملة. We have mobile phones now. نحن نملك موبايلات الآن في هذه الأيام. خلاص؟ نقول إيه بقى؟ لو قلنا people، الناس يعني. People had تليفونز زن، كان عندهم تليفونات حين زن زمان. خلاص. زي هم didn't have computers in 1950. هم ما كانش عندهم كمبيوتر في سنة 1950. تمام. طب انت هنا في التمرين رقم 2 ده مطلوب منك ايه؟ كون جمل على قد ما تقدر. قول we have computers now، we have mobile phones now، people had telephones then، they didn't have computers in 1950. تعال بقى نخش على التمرين رقم 3. تمرين رقم 3 اقرا معايا واكتب وترجم، عشان بعد كده مفيش ترجمه، عشان بعد كده مش هترجم. بقول لك make true statements. make يعني اجعل، اعمل جمل حقيقيه. true statements. use this chart to help you. استخدم هذا الجدول عشان يساعدك. use these verbs. استخدم هذه الافعال. use يعني استخدم، these verbs هذه الافعال. have ترجمة بتاعتها يملك او لديه. use يستخدم. watch يشاهد. drive معنى يقود السيارة او يسوق بالعامية كده. وكلمة buy يعني يشتري. تمام. هو كاتب لي الديفايس يعني الاداه، موبايل فون، بيرسونال كمبيوتر، كاميرا، فيديو، تليفون، كار. كاتب قصاد الموبايل فون فيرست يوز، اول استخدام له كان 1979. وقدام كل حاجه كاتب اول استخدام لها، اول ايه استخدام لها. في الاكزامبل خد بالك دايما، اديني مثال. هو عاوزك تكتب له كام جمله؟ 1 2 3 4 5 6 جمل. هو هيكون عاطيه لك جمله تمشي ايه، تطبق كل الكلام ده عليه. هياخد الاولانيه people have، people الناس لديهم، او use كانوا بيستخدموا يعني، buy او يشتروا، موبايل فون ناو. يعني ممكن اقول ايه؟ people have mobile phones now، او اقول كده جملة تانية،
people use mobile phones now. أو people buy mobile phones now. كل ده صحيح. اختيار أي واحد ثلاث. They didn't. يا إما they didn't have أو they didn't use أو they didn't buy them before 1979. يعني هم ما كانوش بيستخدموا قبل 1979. هتعمل أنت بقى في البيرسونال كمبيوتر هتشيل كلمة في الجملة الأولى هم جملتين هم. في الجملة الأولى هتشيل موبايل فونز وتحط الإيه؟ البيرسونال كمبيوتر. وبعد كده هتشيل الفون ناو فونز موبايل فونز وتحط الكاميرا وتشيلها وتحط الفيديو وتشيلها وتحط التليفون وتشيلها وتحط الكار. كل الجمل دول هيدوك ست جمل مالهم مختلفين. هقول تاني الجملة people have video now they didn't have it before كم بقى الفيديو 1972. وصلت كده؟ مثال كمان تعال ناخده الكار. people use car now they didn't use it before 1908. تمام 1908. بكده يبقى احنا خلصنا الصفحة الاولى. اتمنى انك انت تجيب كراستك وقلمك بعد الترجمة وتعيد الشرح تاني وتجاوب. تمام كده يا جماعة. يبقى كده احنا ايه يعني رجعنا الموضوع مرتين. اتكلمنا على اليوز واتكلمنا على الباي واتكلمنا على الهاف واتكلمنا على الدرايف. تمام اتكلمنا على الحاجات دهيت. انت دلوقتي لو دخلت على صفحة الواتس بتاعتكم تمام هتلاقي انا بعت لك القائمة كلها بتاعت سنة اولى وبعت لك يونت 1. تمام مركز معايا؟ مركز. هتخش على القائمة وتختار منها اليونت 1 او تخش على اليونت 1 على طول. هتلاقي اليونت 1 ده في الصفحة دي والصفحة اللي بعديها وتخلصه خالص وتعمل الهوم وورك وتبعتهولي على الخاص. طب فيها مستر حاجة احنا قريناها بس ما فهمناهاش. طب انت ذكرت اليونت كويس من الفيديو؟ ايوة مستر ذكرت. هقوم انا مجاوبك عليها. تمام؟ تمام. طيب معادكو عايز يا مستر بس الهوم وورك هكتبه من فين؟ الهوم وورك هتبعتولي على الواتس. ماشي هتكتبي في كراستك؟ عايزة تعرفي ايه الهوم وورك اللي هو ايه؟ طيب اولا الهوم وورك هتكتبي الجملتين اللي هما فوق خالص دول شايفاهم بتوع اللي هو we have mobile phones now وتركزي وتحطي خطين تحت كلمة now we didn't have mobile phones then وتحطي خطين تحت then. ده هوم وورك ادي واحد. التاني هتقولي we have mobile phones now اللي هو بتاع التشارت ده تمام وتكوني جمل مختلفة. الهوم وورك التالت هتكتبي جمل مختلفة هنا. التاني يا مستر بعد اذنك؟ التاني اللي تشارت ده محمود. تمام؟ انا هتكتب تلات جمل يعني؟ هتكتب تلات جمل تكتب اربعة. انا ممكن بص اسمع مني بقى بص انا هقول ايه. We have mobile phones now. ماشي؟ تمام. People didn't have mobile phones now. People didn't have telephones in 1950. People had telephones then. شايف جمل مختلفة على قد ما تقدر تنوع فيها يعني. فاهمني؟ تمام. الهومورك التالت هنيجي الجدول ده اللي احنا حليناه مع بعض. اللي قلنا people have, people use, people buy, people watch, people drive. تمام؟ ونقول السنة بتاعتها ونقول they didn't have them before كذا.
هتكتب كم جملة؟ الستة دول. طب الأخير بقى هتعمل كم جملة؟ برضو ستة. سؤال وجواب، والجواب هيبقى نو زي دي انت على طول، لانك انت بتقوله بيفور. يعني لما اجي اقول مثلا did people have telephone، ماشي، before 1876، هتقول لي ايه؟ نو زي دي انت، هتقول لي نو زي دي انت. تاخد الكل مثال ده على الموبايل فون، هو هتقول لك مثال اهو، وتاخد على البيرسونال كمبيوتر، وتاخد على الكاميرا. في حد مش فاهم اخر اكسرسايز ده؟ فاهمين. تمام مستر، بعد اذنك. ايوه، هو انا لو شلت بيفور وحطيت افتر تبقى الاجابه يس؟ ايوه، برافو عليكي. يس زي ديد. لو انا مثلا هناخد البيرسونال، هناخد الموبايل فونز مثلا، اللي هو المثال اللي هو حله، هقول did people have mobile phones after 1979؟ قالوا yes they did. تمام كده؟ يعني براحتك، يعني حلو التنوع، انا بحب الافكار الجديدة قوي قوي قوي. مين اللي قالت الفكرة دي؟ رانيا؟ مارينا. برافو عليك يا مارينا. خلاص، يبقى انت مطالب منك ايه بقى؟ الهوم ورك ده تعمله. طيب، ونخلص يونت 1 كله يا مستر. ايوه، ما انت عندك المستر كانه معاك اهو، بيشرح لك على اليوتيوب اهو. تمام. يوم السبت بقى الساعه 9 انا بجتمع مع الولاد بتوع سنه اولى على مستوى الجمهوريه. وصلنا لغايه يونت 3. عايز تيجي تحضر معانا يوم السبت الساعه 9؟ خير وبركه. يبقى انت عندك يوم الاحد الساعه 6 ويوم السبت الساعة 9. معايا كده الناس؟ 9 بالليل. ممكن حضرتك تبعت لينك الجروب العام على الجروب بتاعنا عشان اللي ما يعرفوش يدخل. انا هبعت الجروب العام عندكم. حاضر. انتوا لو حد بيعرف يخش على واتس واحنا شغالين كده هيلاقيني. انا بعت حاجتين، بعت لكم اولى البحر اهو، بعت لكم مذكرة، وبعت لكم فيديوهات سنة أولى. مفيش حاجة على الواتس بتاع البحر الأحمر. مفيش. لا حضرتك ابعت على أولى بترول عشان خاطر ده اللي احنا فيه كلنا. أولى بترول. أنا عادلك يا مستر. أما الأولى البحر الأحمر ده إيه ده بقى؟ ده بنات بس. طيب أهو. اطلبك فين؟ عملتلك كده وصل لك اهو. واصل يا مستر. مش كده؟ كلك بقى، كلك على اليوتيوب. تمام. هطلع لك الليستة كلها بتاعت مين؟ ايوه، بتاعت ليسون 1 وليسون 2. ويونت 1 ليسون 2 وليسون 3، كل ده يونت 1. ايوه. ويونت 1 ليسون 4 ويونت ليسون 1. تمام، باختصار تاني، ويونت 1 تاني، ويونت 1 بتاع الورك بوك، ها، وريفيجن ليونت 1 وريفيجن يونت 1. كل ده واخد كام فيديو يونت 1؟ واخد كام فيديو يونت 1؟ 6 7. انا عايزك تتفرج عليه خلال الاسبوع ده في 6 7 دول كلهم، وتعمل لايك وتشير لاصحابك. فهمني يعني. توريني بقى، توريني بتوع البترول بقى هيعملوا شغل اكتر من الناس التانية كلها ولا لا. ماشي ماشي الكلام. حد له اي استفسار؟ لا. طب يعني انا كده لو قفلت وفتحت اليوتيوب هلاقي الناس كلها اشتركت والاعداد زادت؟ هخش دلوقتي. طيب ماشي يا شباب. ماشي. يلا، السلام عليكم. السلام عليكم. يا مستر. نعم. طب وحضرتك بس عشان الوقت ضيق ومش عارفين، مش هنعرف منين من منهج عشان طويل، ممكن حضرتك باختصار تقول الامتحانات بتيجي ازاي والاسئله ازاي؟ ده نفس الكلام ده قالته مين؟ البت رانيا. انا لسه داخل. رانيا انت لسه داخل دلوقتي؟ ما انت بص، طالما انت ما بداتش معانا من الساعه 6. اسمك ايه؟ محمود اشرف. طيب بص يا محمود،
انا هشتغل حصة اتنين وبعد كده هنوري لك الامتحانات. انت عايز تستعجل نفسك، لو انت دخلت على الـ على الـ الـ الفيديوهات اللي انا بعتها دي دلوقتي هتلاقي في الاخر خالص اربع امتحانات انا شارحهم بيجوا ازاي يا محمود. دخلت على بس عشان ليه الوقت زنينا وفي مواد تاني اللي عايزين نلمها، هذا المكسب مش اكتر. طيب انا بتكلم هو عليهم. بتكلم هو عليهم. تمام ماشي. انت عندك ايه؟ هقول لك انا. اربع امتحانات. اكزام 1. اكزام 2. اكزام 3. اكزام 3. واكزام 4. دول محلولين. دول محلولين. هتخش عليهم وتعرف نظام الامتحان ايه. مستر. تمام. برضو. محمد جمال. مين محمد جمال؟ اه. عاوز ايه؟ انت ممكن امثل فيها بطريقه امتحان فيديو تنزله على اليوتيوب. والله انا والله انا ده اللي انا بقول فيها محمود اهو، انا منزل لكم اربع امتحانات. خش. طب ممكن ممكن الناس لو هو سهل ان كنتوا تخشوا على ال 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 الواتس وانتوا معايا. اه انا دخلت. ايوه طيب ممكن ممكن تخش الواتس. معلش مش هخش معاكم انا واحده واحده، انا هخش الواتس معاكم. طب لحظه واحده بس، لحظة واحدة عشان ابقى معاك بالظبط. انت كده فتحت اللينك صح؟ اه. فر فر اللينك ده، خلي الافلام خلي الفيديوهات بتاعت ليسون 1 دي تطلع لفوق. مشيها 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 وانت انزل لغاية الاخر. تمام لغاية الاخر. وصلت لغاية اكزام 1 بالاصفر لونه اصفر. ايوه. باراجراف ده. وفوق منه اكزام 2 واكزام 3 واكزام 4. اربع امتحانات يا باشا، شغل اي واحد فيهم هتلاقي الامتحان محلول من اوله لاخره. انا جيب لي الاصفر ده اساس باراجراف. شويه يا محمود. لا 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 الباراجراف ده تحت خالص. امال فين؟ اطلع بقى. بص اطلع اربع فيديوهات فوق الباراجراف. اربع فيديوهات قال له بتاع الصف الاول والوحده الرابعه ده الدرس الثاني. يا ولد اكزام 1 واكزام 2 واكزام 4 مكتوب عليه اكزام 1. اكزام 1. اه انا طيب لا اهو وصلت له. تمام. الصفحه دي كلها يا جماعه فيها 6 يونت شرح، 6 يونت وعندكم الامتحانات. تمام. انا طالب منكم حاجتين اتنين بس، انكم انتوا هتدعوا لي ربنا يبارك لي في صحتي، وانكم انتوا تشتركوا في القناه وتشيروها لاصحابكم بس بدون مقابل. اشتركت يا مستر وعملت لايكات بس كده. لا واعمل لي مشاركه يا حبيبي لزمايلك والناس كلها من عينيا. بس انا مش عايز منكم فلوس اهو. اللي عايز يفهم ماشي. انا هشتغل حصه واتنين وتلاته وبعد كده هنحل امتحانات، وانت خلص معايا وروح ذاكر اي ماده تانية بقى، انا مش دعوه بالمواد التانية. تمام. اي سؤال قبل ما امشي؟ سلامتك يا ماشي. يلا ميعادنا ميعادنا في نفس الميعاد الاسبوع اللي جاي، واللي عاوز يحضر يوم السبت الساعه 9 هيجي. نعم. الحصه خلصت؟ اه الحصه كده خلاص. الحصه فيهاش بركه. ماشي شكرا يا مستر. يا مستر ما ينفعش تخلي واحده مثلا على يوم الاربعاء ويوم الخميس مثلا كده عشان احنا نلم المنهج. يا اللي عايز تلم المنهج، انا بشتغل اولى وتانية وتالتة على مستوى الجمهوريه مش مدرسه. اولى وتانية وتالتة على مستوى الجمهوريه. فكده يعني ايه؟ انا بقول لك انا عايز منك الدعاء بس مش اكتر والله. عايز منك الدعاء بس بس كده بس. ربنا يكرمك يا مستر. تشكر والله. شكرا يا محمد يا جماعه. شكرا يا حبيبي. ماشي شباب وربنا يوفقكم. ولو اي حاجه اكتب لي على الخاص وانا ابقى وانا معاك. اكتب لي على الخاص وانا معاك. تمام. ماشي شباب. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الدرس السريع ده حلو والله يا ابني. انت جاي في الاخر يا ابني.